السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وسعد الله اوقاتكم مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي برنامج صباح الشارجة، حياكم الله ويانا في فقرة جديدة وجولة جديدة من أرض حراس سيارات الشارجة، نتعرف فيها طبعا على الأسعار وأنواع السيارات الموجودة عندنا، ونحن كل حلقة نختار لكم معرض متميز بأشياء عنده، فاليوم ماخذين لكم معرض عنده سيارات مختلفة، سيارات 6 سلندر 8 سلندر، وسيارات طبعا في دفع رباعي، وفي عندنا سيارات العادية الصالون، خلكم ويانا وتابعونا نشوف شو موجود في هذا المعرض واللي يتميز فيه والأسعار والموديلات والمواصفات. حياكم الله، رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا متابعينا الكرام، نتعرف فيه ان شاء الله وياكم على صاحب المعرض. اليوم مختار لكم معرض سيارات ما شاء الله كلها، يعني الفئات اللي مختارنها كل فئات الشباب، عندنا ما شاء الله سيارات رياضيه وسيارات فارهه، بعد سيارات هي نفس الوقت تكون فارهه ورياضيه. خلكم ويانا تابعونا نتعرف على صاحب المعرض. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرفنا باسمك عفوا؟ حسان سراج، مدير معرض السراج المنير. مرحبا استاذ حسان، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك يعطيك العافيه استاذ سراج. اليوم احنا حسان عفوا مرينا عليك المعرض لان عندك سيارات مختلفه، سيارات رياضيه، سيارات نفس الوقت شبابيه، وسيارات استعمال نقول بشكل يومي، وسيارات نفس الوقت 8 سلندر بس تعتبر من السيارات الاقتصاديه عندنا. نبدا وياك اول شيء بهذه السياره الجميله، طبعا مميزه من ناحيه اللون، وطبعا سياره اللي هي شيفروليت كورفيت، تعطينا مواصفاتها ومعلومات اكثر عنها اخوي حسان. هاي السياره شيفروليت كورفيت موديل 2008، سياره خليجيه. نعم. طبعا 8 سلندر، هاي تعتبر رياضيه السياره. صحيح. سياره حلوه قويه ووايد شباب يعني يرغبون فيها. اي كم ماشيه تقريبا هذه؟ ماشيه تقريبا 135. 135 ما شاء الله. 2008 يعني 2008. سياره مو مستهلكه وايد كثير مشاهدينا الكرام. نعم. و8 سلندر طبعا دفع خلفي هذه السياره، وتعتبر من سيارات رياضيه ونفس الوقت الشبابيه. نعم. أكثر طبعا طبعا. زين اخوي حسان، تخبرنا عن سعر السياره ما شاء الله. يعني هاي تقريبا سعرها بتروح بين 35 36 الى 36 درهم سعر السياره موديل 2008. اخوي حسان ما شاء الله بدينا وشفنا عندك الكورفت، عندك بعد سياره ثانيه اللي هي تويوتا لكسس، هذه بعد من السيارات المرغوبه. خلينا نتقدم ونشوف ما شاء الله فئه طبعا هذه السياره مشاهدين الكرام، لكسس 460، بس نبغى نتعرف عليكم وتعرف اكثر على السياره من ناحيه الموديل والسعر. اخوي حسان تخبرنا عن السياره. هاي السياره لكزس 460 لارج. اللارج هذه مش الشورت، اللارج. اللارج نعم. هذا الموتر وارد اليابان طبعا. هذه تجي صبغه وكاله كلها، ما فيها دعمات ما فيها اي شيء. طبعا 8 سلندر، هاي بتجي فئه يعني الفول اوبشن، مساج، كراسي، كل شيء. نعم. اللي هي تعتبر الالترا والنص الترا والامور هذه. هذه اللارج، الالترا والنص الترا تجي 430 غيرها. هذه 460 تجي فول. ايه. كامله. ايه. باب شفط كل شيء. وموديلها كم قلنا اخوي؟ هذه 2008. 2008. نعم. سياره لكسس مثل ما قلنا مشاهدين الكرام 2008، اللون اسود من داخل، اسود تقريبا استاذ حسام ولا بيج؟ لا اسود. اسود السياره ما شاء الله. زين بنعرف كم كيلومتر ماشي السياره وكم. هذه ماشي 145. ومطلوب فيها يعني 40-38 نقدر نبيعها. 145,000 ماشي السيارة، طبعا بالضبط. سيارة وارد اليابان، ولكسس طبعا وصبغ وكالة. ايه صبغ وكالة. ولكسس من السيارات طبعا المعروفة، سيارات الجميلة والمرغوبة، ونفس الوقت 8 سلندر، لكن سيارة اقتصادية واستخدام بالضبط. بشكل يومي. استخدام يومي يرغبونها حق الخطوط، يعني مريحة. كل العالم يقولوا لك لكسس مريحة بالخطوط. يعني أنت السيارة هاي يجونك أكثر شيء عليها الشباب. بالضبط. يحبون الشباب، هذه والسيارة اللي عندك الكورفت. ايه هلا هاي يعني أكثر شيء بيجوا فيهم مش الشباب، يعني الفئة الأكبر من. نعم. الشباب اللي يبيونها مثلا حق الخطوط، حق الدوام. اللي ساير ابو ظبي. ايه هلا ما شاء الله. خلاص حسان عارف الموضوع ما شاء الله، مختار سيارات متميزه، ومن ضمن السيارات الموجوده عنده طبعا سياره لا يستغنى عنها طبعا، سواء للعائلات. طبعا عندنا المرسيدس ما شاء الله. هذا المرسيدس، هذا عده فئات من استاذ حسان، في ال 500 300، خبرنا شو الفئه هذه؟ في ال 500، في ال 550، في ال 350. هذا الموتر هذا 550. الاس هذا اس 550. اي هذا وارد امريكا ما شاء الله، سياره وارد امريكا. اي لونها كحلي، هذا لون الكحلي، بيقولوا له لون الكحلي الكذابي، يعني بالليل يجيك اسود بالنهار كحلي. أيوة. ما
من داخل البيت. ومن الوان نادره على فكره استاذ حسان، هذا ما تحصله وايد، المتوفر هو الابيض الرمادي تقريبا اكثر شيء. نعم. لكن هذا اللون مثل ما نقول مشاهدين الكرام نور لون عفوا نادر، حتى السياره لونها من داخل اللي هو الزعفراني عفوا اللي هو البني. ايه مثل البني المحروق هذا. البني المحروق. البني نعم. المحروق. سياره موديل كم قلنا اخوي؟ 2007. هاي موديلها 2007 وارد امريكي. نعم. طبعا 8 سلندر. لأنه قلنا نحن ماكينتها 550. 550 السيارة. نعم. وسعرها بيتراوح يعني بين ال 28 ل 30 ألف درهم. مثل ما عرفنا 28 إلى 30 ألف سعر هذه السيارة. بهالحدود هذا بيتراوح سعرها. ما شاء الله. أخوي حسان شفنا ما شاء الله عندنا الكورفت واللكسس والمورسس، ونكمل بعد السيارات الأمريكية عندنا الكابروس هذا الإس إس الأمبالة هذا. تفضل. ما شاء الله شوفوا السيارة مشاهدينا الكرام، طبعا الكابروس 8 سلندر مثل ما تشوفون، المحرك قدامكم، سيارة تنفع استعمال سواء داخل المدينة أو استعمال حق الخطوط الخارجية. مثل ما تشوف سيارات اللي موجودة عند أخونا حسان، شكلك مهتم بالخطوط الخارجية أكثر عن الداخلية أخوي حسان. هو هذا الشيء اللي بنطلب عنه هون بالإمارات. نعم. يعني لأنه في كثير على مثلا تكون ساكنة عجمان شارجة خط عندها خط كل يوم بشكل يومي على أبو ظبي، على أبو ظبي مثلا دبي، يبون يعني سيارات مريحة. سيارات مريحة. فهذا أكثر شيء بنطلب من اقتصادية مثل ما نقول بعد السيارات هذه. اقتصادي. لأن سيارات اللي شفناها مشاهدين الكرام ما شاء الله كلها أثناء أنكم تطلعون فيها خطوط طويلة طبعاً ما تصرف مثل ما تكون صرفيتها داخل البلاد، مثل ما تشوفوا سيارات لي طفني عليها. بنكمل وياكم بس خلنا نعرف أول شيء السعر كم أخوي حسان هنا؟ هذه يعني سعرها بتراوح من 20 ل 21 ألف 22 ألف يعني ماكسيموم 22 يعني لغاية 22 و20 وبعد يوم بتون إن شاء الله، بعد ما بتقصر يام إن شاء الله. إن شاء الله أكيد أكيد. جزاك الله خير حسان أخوي. شفنا السيارات الموجودة، الحين بننتقل وياكم مشاهدينا الكرام بنطالع بعد سيارات الدفع الرباعي. لكن سيارات شو ما شاء الله اللي عندنا هني من فئة البورش. البورش عندنا البورش شو الفئات الموجودة عندك؟ الكايمن ولا عند البورش كايان؟ نعم. بس جي تي اس، وعند الاس، وعند التيربو، وعندي يعني تشكيله واسعه. في تشكيله عندي واسعه وعندنا حتى الموديلات مختلفه. فنبدا طبعا من اول موديل عندنا هني، تخبرنا جزاك الله خير. هاي بورش 2008 خليجي طبعا جي تي اس. هاي الفئه تبعيتها جي تي اس. نعم. يعني تعتبر افضل فئه بالبورش. صحيح. كانت بالكيان بالكايما في اي بالبانيميرا، جي تي اس يعني تعتبر الفئه الاولى. 8 سلندر المحرك. 8 سلندر طبعا. اي هذا البورش موديل بعد. هذه البورش كايان اس، هذه 2009 صبغة وكالة كمان خليجي، ماشي 149,000 بالضبط، معها المفتاحين، معها دفتر الوكالة، طبعا 8 سلندر الموتر. الموتر هذا تقريبا بتراوح سعره بين 25 26 24 بهالحدود. اخوي حسان انتقائك للسيارات، انا لاحظت على جميع السيارات الموجوده ولا سياره معديه ال 200,000 ما شاء الله. نعم. حتى ال 150 ما وصلنا، فهذا كيف تحصل على هذه السيارات اخوي حسان؟ هلا نحن بنختار نحن السيارات، مثلا بورش بالنسبه للبورش بالنسبه. نعم. للسيارات البي ام الكورفت بالسيارات الرياضيه اذا كانت ماشيه وايد ما ناخذها، لانه. نعم. هون بتكون في مشاكلها للسياره وايد وصعب لتنباع. يعني الزبون اللي يجي يشتري من عندي ما راح يشتري من عندي سياره ماشي 400,000 و300,000 وتقول خلاص هاي يعني لبالها سياره صيانه مباشره. بالضبط. فلذلك انا السيارات يعني اللي بتكون ماشيها قليل باخذها حتى لو اغلى عن السوق بشوي، بس انه بعرف حالي. لكن اضمن ان السياره راح تنباع وسياره بنفس الوقت نظيفه. بالضبط. يعني اذا اجى عندي زبون ما بيحط علي ولا ملاحظه مثلا. ما شاء الله. طبعا ما شاء الله. شكرا جزيلا اخوي حسان وبارك الله فيك، ونشكرك جزيلا على جولتك معنا في المعرض. شكرا جزيلا. الله يخليك. اهلا وسهلا. حياكم الله. ومشاهدينا شفنا وياكم ما شاء الله مجموعه السيارات المعروضه عندنا هنا عند اخونا حسان، انواع كثيره من السيارات ما شاء الله. شفنا من الامريكي وسيارات الالمانيه، وعندنا سيارات مختلفه في منهن الدفع الرباعي وسيارات الصالون ما شاء الله كلهم فيها 8 سلندر. والسيارات طبعا اللي عند اخونا حسان كلهن سيارات ما دخلن حتى ال 200,000، والاسعار مثل ما سمعتوا كله في الثلاثين، ما يعني في 30 فوق 30 بشوي وتحت 30 درهم. وسيارات مثل ما عرفتوا سيارات كلها 8 سلندر، وفي عندنا دفع رباعي، في عندنا دفع الخلفي، وسيارات جدا جميله. ويعطيكم الف عافيه ان شاء الله، ونشوفكم في حلقات قادمه، ونتمنى انكم استفدتوا من جولتنا وياكم اليوم في سوق حرس سيارات الشارجه.